على ما يبدو أن الأمور بدأت تتحسن شوية بشوية، يعني بدنا كنلاحظو تخفيف الحظر الصحي، الناس بدأت تخرج يعني الشوارع الأسواق، المنزهات ديال اللي فيها الطبيعة مثلا بحال هذه، الناس تخرج يعني كالعادة، مبقاش داك الانحصار اللي المشدد من طرف الحكومة، لأن الحمد لله هاد الوباء ديال كورونا بدات ينسحب شوية شوية بشوية، مش كون أنه المرض اللي يعني ديال كورونا هو اللي باقي هو اللي كيمشي، لا، غير الفكرة ديال كورونا فكرة اللي تركزت في عقولنا، لأن العام كله حنا كنسمعوا غير على كورونا فبقى هذاك في الذهن ديالنا هذيك الافكار، يعني من السموم ديال الكورونا مازال عايشه في الحياه ديالنا، رغم ان الحمد لله ان موقف الحمد لله بدات يتحسن، يعني الناس شويه بدات ترجع شويه الثقه في النفس ديالها، وكيخرجوا الناس يتساراو ويدوروا اللي عنده شي شغل ديالو كيرجع له، يعني الحياة بدات تعاود ترجع لمجاريها العادية، طبعا بعد أكثر من سنة والناس يعني عايشين في واحد المعمعة ديال الخوف، حتى ولينا كنخافوا من بعضياتنا نتقربوا او نقيسوا بعضياتنا، وحتى السلام ما بقيناش كنمارسوه بسبب هذا الوباء ديال كورونا، فرغم ذلك باقي كنلاحظوا هاد نوعيه من الخوف اللي مازال مرافقنا في الحياه، ان كورونا علمتنا اشياء كثيره، وان كان جلها يعني سلبي طبعا، لان شحال واحد جرات عليه في الحياه ديالو، خسرت له الاتجاه ديالو، حرمت عليه العمل ديالو، فرقاتو على احبابه، على يعني اشياء كثيره سلبيه اللي تسببت فيها هذه الكورونا، ولكن حتى في نفس الوقت عطتنا واحد الايجابيات، معنى اننا ننتبهوا شويه للصحه ديالنا، اننا نتعلموا كيفاش نديروا الوقايه، اننا نمتنعوا على الاشياء اللي كتضر في الصحه ديالنا، واننا نمارسوا النظافه باستمرار يوميا، ماشي غير في الوقت اللي ترشق لك، تعلمنا منها بزاف يعني، ولكني مع اننا الناس ما نقدروش يعني نعيشوا في هذه الوضعيه ديال، لانها تجربه جديده في الحياه، ما نقدروش نعيشوها يعني باستمرار، لابد اننا نحاربوا هذا الوباء باش نرجعوا للحياه ديالنا العاديه اللي احنا مولفينها، اللي كنلقاو فيها السهولة وكنمارسو فيها كل الحرية ديالنا، هي أهم حاجة، لأننا ما نتحرموش من هاد الحرية اللي عطانا الله سبحانه وتعالى، اللي ما خصناش يعني نتحرمو منها أبدا، أننا نعيشو براحة باطمئنان بسلام دون تشويش، دون اننا نفكروا في اننا نطيحوا في الامراض ولا في مجرد اننا نتسالم معاك او نقرب ليك ولا تقرب ليا، وقول عقل تيولي في شكل يعني انسان تيكون تيولي متخوف، تدخل له الشكوك وهذاك الشيء اللي كيجي يمرض النفس ديالك، لذلك كورونا طبعا
شفنا فيها العجائب والغرائب، أمور اللي ما كناش عمرها خطرت في بالنا عشناها ودزناها، ولكن في نفس الوقت تعلمنا أشياء مزيانة. تعلمنا أننا نحافظوا على الصحة ديالنا، نهتموا بها شي شوية، لأننا فرطنا فيها بزاف. جا واحد الوقت اللي نسينا الحياة ديالنا الصحية، ولينا كنجريو غير وراء الطمع والمال والمادة والشهرة والغرور والمشاكل في هذه الحياة اللي جا الواد اللي جات يدينا وتابعين الملاهي ديال الدنيا وناسين واحد الجانب مهم اللي كيتعلق بالصحة ديالنا. وقتاش ردينا البال حتى جا هاد وباء الكورونا عاد رجعنا للطريق وعاد ورانا أننا كنا مفرطين في الصحة ديالنا، ما كناش عاطينها وقت ولا اهتمام ولا، ولكن الحمد لله كانت تجربة قاسية، كانت تجربة صعيبة، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ووجوده في الحياة ديالنا لأنه تيبغينا الخير، فهو عاونا باش نتجاوزوا هذه المرحلة الصعبة من الحياة، وإن كان مشاو فيها ضحايا لأن هذاك أجل ديالهم انتهى. خلينا من بعدها درس مهم في الحياة، ونطلب الله تعالى أننا نكون استفدنا كثير من هذه التجربة اللي يمكن يعوضنا أشياء كثيرة اللي ضاعت في الحياة ديالنا. يعني شحال واحد مسكين كان متعلق بواحد الأحلام وضاعت بسبب هذا الوباء. ولكن اللي كيهم الآن، اللي كيهم أكثر هي الصحة ديالك. لو بقات لك الصحة وخا مشالك المال، مشالك مشات لك الممتلكات، مشات لك جميع الطموحات اللي كنتي انت عليها في بالك، لكن إذا بقات لك الصحة هذاك هو الكنز الوحيد اللي ربحتي في الدنيا، هذاك هو الحاجة الوحيدة الثمينة اللي ما كتقدرش لا بالمال ولا بالجاه ولا بأي حاجة. لذلك مازال الفرص قدامنا، نقدروا نعوضوا أشياء كثيرة اللي مشات منا، ولكن الحمد لله رغم هاد الضغوطات اللي عشناها وهاد الأزمات والحراسة المشددة طبعا من أجل الصحة، احنا الحمد لله وصلنا نتيجة إيجابية. يمكننا الآن نعيش في مرحلة جديدة من الحياة، ونحاولوا أننا نستفدوا ما تبقى من الحياة، وما زال الحمد لله خيرة الله ما زال قدام. ما نضيعوش الأمل، ما نفقدوش الأمل، لأن الله سبحانه وتعالى موجود في كل وقت وفي كل حين، ولولا وجوده ورحمته لما انهلك جميع البشر. الحمد لله شفنا ناس اللي وقفوا، كانوا ناس بزاف ديال البشر اللي وقف في هذه الحجة في هذه المرحلة الصعبة. في الحقيقة ناس أدوا عليها ثمن كبير باهظ،